نصبح عليكم. خلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا منى. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. طمنينا، دفى ولا برد ولا؟ بص، هو الوقت ده يعني خلال كمان نهايه الاسبوع هيبدا فيه ارتفاع من درجتين لثلاث درجات، فهيبقى لا الجو مشمس ودافئ، يعني اعتقد انه هيبدا من النهارده كمان. كويس كويس. فبس في البدايه بنصبح على حضراتكم، وخلونا ناخدكم كده في الاول نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة حتى لو مشينا على الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبتفضل مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور، لكن بعد كده الكثافات هتكون أمام جامعة عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات دي لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ أنه هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد شوية بشوية. الطريق هتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. ناخد بالنا أن في غلق كلي وجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس لمدة 30 يوم تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات، وتم إجراء طبعا عدد من التحويلات المرورية. لكن شهد طريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم سيولة مرورية كبيرة. كذلك الأمر انتظمت الحركة المرورية المتجهة إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وفي سيولة مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وكمان انتظمت الحركة أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، والحال طبعا بشارع صلاح سالم والطيران. في بعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري. كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة. يفضل ان احنا نستخدم كوبري سرايا القبة، وكمان لان ظهرت بعض الكثافات على مطلع كوبري سيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، لذلك يفضل ان احنا سلوك الملك الصالح وشارع القصر العيني. نروح معاكم للجيزة، وفي سيولة مرية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو متجه إلى ميدان لبنان، لكن بيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافة مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. كمان عن شارع السودان وأمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة القادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفت القادم من الدائري إلى جامعة القاهرة، ويمكن أو تقدر أن أنت تستخدم محور أحمد عرابي. لكن ظهرت كثافات متحركة بمحور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وبيفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. لكن الطريق الدائري بقى بيشهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وفي تباطؤ في حركة السيارات، لكن في بعض الكثافات على دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، هنجد إن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. نكمل معاكم ونروح سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، لكن لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي سيولة مرية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة تعالوا مع بعض نستعرض معاكم أحوال الطقس، وجولة سريعة عن أحوال الطقس، خصوصا النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية صبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد. في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحري،
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالقاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.